شاركت المملكة العربية السعودية الشقيقة مملكة البحرين احتفالاتها بالأعياد الوطنية، حيث خصصت تغطية إعلامية عبر قنواتها التلفزيونية والإذاعية تجسيدا لعمق العلاقات التاريخية الراسخة بين المملكتين الشقيقتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا أرحب فيكم في بلدكم البحرين. الحقيقة مبادرة ليست بالغريب على التلفزيون السعودي. أنتم الآن في بلدكم ووسط أهلكم، نرحب فيكم. ما في شك بأن شهر ديسمبر شهر احتفالات تعيش البحرين ويشاركنا فيه دائما أعز الناس، المملكة العربية السعودية، هذا الشقيق الأكبر، الحليف الأول، والشعب السعودي تربط علاقات دم وعلاقات ود ومحبة مع الشعب البحريني، ودائما يشاركنا هذه المناسبات. دائما المملكة العربية السعودية تشاركنا كل مناسباتنا. البحرين والسعودية هناك مشاعر من الصعب ترجمتها إلى كلمات، وأنا دائما أقول إذا بغيت تعرف عمق العلاقة بين البحرين والسعودية يجب أن تدخل كل بيت في البحرين لترى احتفال الشعب البحريني في المناسبات الوطنية السعودية. واليوم أنا أعتقد لو دخلتي في أي منزل في البحرين أو في السعودية سوف تشهدين احتفال كما هو في سبتمبر عندما تحتفل السعودية بأعيادها الوطنية. فمن الصعب أن أنا أترجم هذه العلاقة، علاقة تمتد لتاريخ السعودية، عمق استراتيجي للبحرين. السعودية دائما ونقول هي الحليف الأول وهي الشقيق الأكبر. الله يديم هذه المحبة بيننا وبين أشقائنا في المملكة العربية السعودية، وأكرر ترحيبي فيكم.